بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 149. ما يستحب له وما هي أركانه وما هي شروطه التي لا يصح بدونها. فيستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله تسمى خطبة ابن مسعود، يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين، ولفظها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله. الأولى قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما أركان عقد النكاح فهي ثلاثة: الأول وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح، بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سيأتي بيانها إن شاء الله. الركن الثاني حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتكها. الركن الثالث حصول القبول بعد الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج. ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج أنهما هما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، كقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لكن ذلك الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين، والله تعالى أعلم. وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهومة، وإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة: الأول تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي، إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك وله عدة أبناء. ويحصل التعيين إما بالإشارة إلى المتزوج أو بتسميته أو بوصفه بما يتميز به عن غيره. الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، لحديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. متفق عليه. إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوها، فلوليه أن يزوجه بغير إذنه. الشرط الثالث أن يعقد على المرأة وليها ولا تعقد لنفسها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الخمسة إلا النسائي في أحاديث كثيرة وردت بمعناه.
فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل، لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها. والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، خاطب به الرجال خاصة، فقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، قال تعالى: فلا تعضلوهن، وغير ذلك من الآيات. وولي المرأة هو أبوها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبتها نسبا كالإرث، ثم المعتق لها، ثم الحاكم. الشرط الرابع الشهادة، الشهادة على عقد النكاح، في حديث جابر مرفوعة: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث فيما تبقى من هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.